ذلوي نطلب ما نريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كل يوم وليلة تحدث من حولنا عجائب، وهذه العجائب خارجة عن قدرات البشر، لا نشاهدها إلا أنها تحدث. منها مثلا سجود الشمس عند الغروب تحت العرش، في كل يوم تسجد لتستأذن بالخروج فيؤذن لها. أيضا مثلا الحيوانات والأحجار والأشجار تسبح الله كل بطريقته الخاصة، نحن لا نشعر. هناك عجائب أخرى ولكنها تحدث بين الله وبين أحبابه في الليل، الملائكة تعرف بعض هذه العجائب. ما رأيكم أن نكون نحن أيضا ممن يعرف عن هذه العجائب؟ وما المانع؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. كتب الله سبحانه وتعالى لأهل قيام الليل ثوابا لكنه لم يخبرهم به، وجعلها لهم كأنها مفاجأة. يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون الليل، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما ينامون. الآية تليها قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم. يقول ابن القيم: انظر كيف أنهم أخفوا عباداتهم في الليل عن الناس، فأخفى الله عنهم ثوابها، فالجزاء من جنس العمل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما هي هذه قرة العين؟ مفاجأة تنتظرهم يوم القيامة، مفاجأة أخفاها الله عنهم، لا ندري ما هي، ولكنه سبحانه كشف لهم عن إحدى هذه المفاجآت. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر حديثا عظيما. قبل أن أذكر هذا الحديث أرجوكم تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا هذا بيت من زجاج، صاحبه ثري من أثرياء اليابان، وقد تعمد أن يجعله في وسط الطبيعة، وجعله شفافا مكشوفا من جميع النواحي، فصار هذا المبنى جمالا معماريا متميزا. على صغر حجمه كان قمة في التميز. بعد أن شاهدنا هذا الجمال، استمعوا معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كشف فيه عن إحدى مفاجآت أهل قيام الليل. ماذا قال؟ قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أبو مالك الأشعري استفسر، قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. الله أكبر. فإذا كان هذا البيت الزجاجي المميز الذي رأيناه قبل قليل من صنع مخلوق فصار بهذا الجمال، كيف بالذي هو من صنع الخالق وقد أعده الله لأحبابه وأهل القرب منه؟ لك أن تتخيل. ولهذا يصعب على أهل قيام الليل أن يفوتوا هذه اللحظات الغالية التي يقومون فيها بين يدي الله تعالى، فإن كل إنسان له لحظات يحب أن يخلو فيها بأحبابه، إما بأهله أو بأبنائه أو أصحابه، وذلك في كل يوم. فإذا لم يحصل على تلك اللحظات فإنه يبقى في توتر وقلق، أحيانا يغضب بسرعة، أحيانا ينزعج حتى لأتفه الأسباب، وهو لا يدري لماذا يحدث له ذلك. والله لا يوجد سبب إلا أنه لم يشبع من تلك الرغبة، رغبة البقاء مع أحبابه في ذلك اليوم. وكذلك أهل قيام الليل إذا فاتهم لقاء إلههم الوحيد الذي لا صبر لهم عنه صار يومهم صعبا جدا. يقول عطاء رحمه الله: إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا، أما إذا غابت عينه فنام أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا.
سعيد بن جبير معروف أنه مجاب الدعاء، إذا دعا استجيب له، وكان له ديك يوقظه، فلم يؤذن الديك في ليلة من الليالي، ما استيقظ سعيد. فلما أصبح شق ذلك عليه، فلما شق ذلك عليه شديدا قال عن يعني نتكلم عن الديك، يقول ما له؟ قطع الله صوته فما أذن الديك بعدها. قد يقول قائل طيب يعني لهذه الدرجة لماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل؟ يقول ابن رجب من لم يشاهد جمال يوسف، من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، فكذلك من لم يشاركهم في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدري ما الذي أبكاهم، من لم يبت والحب حشف فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. والله تعالى يقابل هذا الحب الذي يصرفه إليه أحبابه في قيام الليل يقابله بما هو أكرم من ذلك. نحن إلى الآن لم نعرف ما هو هذا التعامل الخاص الذي يعطيه ربنا لأهل قيام الليل، ما هو؟ تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. أولا قبل أن نعرف كيف يتعامل الله مع أهل قيام الليل نريد أن نسأل سؤالا، لماذا كثير من الناس يترك قيام الليل؟ بعضهم يقول التعب شديد طوال النهار وصعب أن نصبر على قيام الليل. سبحان الله، والله لو رأينا كيف أن الناس يصبرون ويستحملون الوقوف لأجل أشياء هي أقل بكثير مما يعطيه الله لمن يصبرون على القيام بين يديه، أشياء بسيطة. تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا في سنة 1989 ميلادي جرت مظاهرات عارمة غطت أنحاء بكي، وبعد أيام من هذه المظاهرات قررت الصين أن ينزل الجيش الأحمر إلى الشارع، وبينما أرتال الدبابات تتوجه إلى ساحة المظاهرات وقف شاب وقوفا حير العالم كله. لاحظوا معي كيف هو يستحمل الوقوف ويصر عليه ولو كلفه ذلك حياته كلها. من أجل ماذا؟ من أجل مظاهرة. فكيف لا نستحمل نحن الوقوف بين يدي الله تعالى من أجل الجنة؟ إخواني أخواتي، إذا كان هؤلاء مستعدون لأن يقفوا كل هذا الوقت ومستعدون لأن يقفوا مقابل كل هذا الخطر، ألسنا نحن أولى أن نقف بين يدي الله عز وجل مقابل كل هذا الذي يعطينا إياه؟ وما الذي يعطينا إياه سبحانه؟ إن الله تبارك وتعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل عجيب، فكما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه فإن الله سبحانه وتعالى يجمل أحبابه أهل قيام الليل إذا وقفوا بين يديه. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم من أحسن الناس وجوها؟ قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول بعض المفسرين الصلاة تحسن وجوههم، هذه الصلاة عبارة عن جمال تتجمل به. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه روضة المحبين العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه، حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل فسئلت عن ذلك قالت إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي، حتى أن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة التي لبست ذلك النور. يقول سعيد المسيب إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره من قبل فيقول إني لا أحب هذا الرجل. وكان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين سبحوا من نور وجهه يقولون سبحان الله، وكان صاحب قيام ليل. حتى الحسن البصري لما سئل لماذا المتهجدون أحسن الناس وجوها تدرون ماذا قال؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
حتى في قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة قال ابن عباس مسفرة من قيام الليل، مسفرة ضاحكة مستبشرة. كان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن الجراح قالوا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجهه كان يتلألأ كأنه مذهبة، وأما إذا تبسم استنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن لا نعبد الله فقط لأجل أن يجمل وجوهنا، نحن نعبده هيبة منه ورغبة ومحبة له، فالحمد لله. إذا كانت هذه هي نيتنا جاءتنا تلك الفضائل شئنا ما بينا. ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن خلى به ليلا فقام بين يديه أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غير هؤلاء الذين يقومون الليل. لكن تتوقع أن تذوق كل هذا من أول ليلة؟ لا، ولا من ثاني ليلة. لا بد أن نصبر أولا ثم تأتي اللذة بعد ذلك. نعم نعم، قد يتفضل الله عليك من أول ليلة، لكن الأصل أنك لا بد أن تصبر. ثابت البناني يقول كابدت نفسي على القيام 20 سنة وتلذذت به 20 سنة بعد ذلك. فإذا مرت مرحلة الصبر وصلت إلى تلك الراحة، أبشر بكل خير. يقول أحدهم بعد أن ذاق طعم قيام الليل والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لطلبوه منا ولو بالسيوف. يقول سفيان ثوري إني لأفرح بالليل إذا جاء. هذا أبو سليمان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل قيام الليل ألذ من أهل اللهو. قال ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. طبعا هل ترى أن يساوي الله تعالى بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ مستحيل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر، يحس بملل واكتئاب مع أنه كان يضحك طوال الليل. وأما في العشر الأواخر يبكي الناس في القيام ويبكي الناس في الدعاء، ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في الصدر. كيف هذا يضحك ثم يتعب، وكيف هذا يبكي ثم يرتاح؟ إنها معجزة الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم وأهل السهرات المحرمة جميعا جمعتهم لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين. داود الطائي كانت جارته تقول عنه كان يقوم أغلب الليل وربما أثناء الليل أسمعه يترنم بشيء من القرآن، تقول فأحس أن سعادة الدنيا كلها جمعت في صدره في تلك اللحظة. حتى بعض القائمين يتعامل الله معه بشيء لا تدركه عقول البشر. انتبه انتبه معي، انتبه إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، تعامل عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ذكر منهم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. قولوا لي بالله عليكم، ما الذي يمكن أن تطمح إليه بعد أن ضحك الله إليك؟ قد يقول قال يعني وما الذي سوف يحدث لي إذا ضحك الله لي؟ سبحان الله، أما مر عليك الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه؟ سأل الله من خيره وفضله. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم الخير من ربي يضحك. وفي أثناء الليل إذا أتت تلك اللحظة الحاسمة العظيمة فبدأ الثلث الأخير من الليل بدأ السحر، هناك سيحدث في الكون أمر عظيم. نعم، ينزل الله تعالى، ينزل سبحانه جل في علاه ثم ينادي. لا شك أنه سينادي من؟ سينادي أصحابنا الذين تكلموا عنهم أهل الركوع والسجود في جوف الليل، وأنتم تعلمون طبعا ماذا يقول لهم. يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار.
ذكر ابن رجب في كتابه شرح حديث اختصام ملأ الأعلى عن أبي سليمان أنه قال: إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، وافترش أهل المحبة أقدامهم للصلاة، وجرت دموعهم على خدودهم، أشرف الجليل جل جلاله فنادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي، نادي فيهم يا جبريل، ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جنهم الليل تملقوني؟ فبي حلفت، الله يحلف، قال: فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي، ينظرون إلي وأنظر إليهم. هنيئا لكم يا أهل قيام الليل، هنيئا لكم. أرجوكم فلنتذوق أحلى ما في الليل، أحلى ما فيه الوقوف بين يدي الرحمن الرحيم. نلتقي بالحلقة القادمة إن شاء الله.